متتبعي موقع الدخلة 24، مرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة للندوة الدولية العلمية حول التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق التي يحتضنها قصر المؤتمرات بمدينة الدخلة. هذه الندوة التي عرفت الجلسة الافتتاحية مداخلات قوية خاصة للشيخ عبد العلي النعيم رئيس مجلس الأمناء ورئيس المعهد العربي لإنماء المدن، والتي أكد خلالها على شجبه للانزلاقات الخطيرة للأمين العام للأمم المتحدة في زيارته الأخيرة للمنطقة العازلة. هو جاهل و متحدة غلطته الكبرى وخطيئته الفاحشة، وسوف يظل يتذكر هذه الخطيئة، لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا. لقد جاء الأسبان واحتلوا هذه البقعة، ثم جاء المغاربة بقيادة البطل الهمام الملك الحسن الثاني رحمه الله وأخرجوهم منها عن وتن. فكيف يأتي من يأتي ويقول إن هذه الأرض لنا؟ هذه الأرض مغربية وتظل إن شاء الله مغربية إلى أن أنا الدكتور حسن المحداد، خبير جغرافي، أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر. أستاذ مرحبا بكم. شكرا. أستاذ، كيف كانت انطباعكم حول الجلسة الافتتاحية؟ يعني كمشارك في هذه الندوة الطيبة، وشاركت في مؤتمرات متعددة بالمغرب وخارج المغرب، لا بد أن أنوه بالمجهود الكبير على مستوى التنظيم. أما فيما يخص هذه الجلسة فهي كانت غنية جدا بعروضها، وعلى الخصوص بالتفاعل للمشاركين، وعلى المستوى الأسئلة التي طرحت كانت كلها أسئلة تصب في الموضوع بشكل واضح ودقيق. أستاذ، نحن نعلم أن سؤال الاستدامة هو سؤال بيئي بالدرجة الأولى، لأن اليوم المدن العربية والمدن وخاصة المدن المغربية تواجه تحديات بيئية كبرى. كانت موضوع الجلسة الأولى، الجلسة العلمية الأولى، حول التحديات البيئية للمدن. كيف كانت المداخلات المختلفة؟ نعم، سؤال الاستدامة هو ينبني على عناصر متعددة، ومن بينها طبعا البيئة، وخصوصا في هذا النوع من المناطق التي ينتمي إليها العالم العربي والأقاليم الجنوبية، ألا وهو المناطق الصحراوية القاحلة والشبه قاحلة. فالعروض كانت متميزة وغنية ومتعددة، وتناولت ظواهر متعددة داخل العالم العربي، سواء انطلاقا من دولة الإمارات العربية السعودية، السودان، وعلى الخصوص على مستوى المغرب. لهذا كانت كلها عروض متكاملة وتناولت بالدرس والتحليل ظواهر مرتبطة بالبيئة في علاقتها مع التمدن. إذن ما مدى تقاسم وتشارك التجارب العربية فيما بينها؟ كيف سيكون أثره على المدن المغربية؟ دون شك لاحظنا من خلال العروض التي تقدم بها الإخوة العرب على مختلف المظاهر التي تخص علاقة المدينة بالبيئة، أن كل الظواهر يعني نعيشها ببلدنا هذا. وقد تبين من خلال العروض التي تقدم بها الباحثون والأطر الذين يشتغلون في مختلف الهيئات التي لها علاقة بالبيئة داخل المغرب، أننا يعني في مستوى ما تعرفه المدينة العربية من تطورات، ودون شك أن هذا الأمر سيساهم في تبادل الخبرات، والنقاشات العميقة والجدية في مثل هذه المؤتمرات تكون أكثر خارج الجلسات، لأن في الجلسات لا يتاح لنا الوقت الكافي من أجل إلقاء العرض ومن أجل المناقشة. وأنا شخصيا بدأت في هذه المناقشات مع مجموعة من الباحثين والخبراء من خارج المغرب. إذن فرصة سعيدة أستاذ، شكرا جزيلا على إسهامتك. شكرا لكم. أنا غسان سمان، رئيس العلاقات الدولية ومدير الأعلام في منظمة المدن العربية، هذه المنظمة الفاعلة والنشطة التي تضم في عضويتها أكثر من 550 مدينة عربية على مستوى العالم العربي. ونحن
نهتم بقضايا المدن وساكنيها ونعمل على رفع الكفاءات والقدرات للعاملين في الأجهزة البلدية والسلطات المحلية. وهذه الندوة التي تنعقد اليوم في الداخل هي واحدة من الندوات المهمة، لأنها تعالج قضية أساسية تعرف اليوم العالم على تسميتها بالبيئة. البيئة بدأت بمعطيات خجولة، بهيئات، بلجان، ثم تحولت اليوم إلى وزارات وأصبح لها مؤتمرات دولية. وبالتالي من الطبيعي أن تكون الداخلة التي تمتد على هذا الشاطئ الكبير أن تكون لها حصة ودور في أن تتعرف على ما يدور في حولها من العالم. نحن سعيدين جدا أن نشارك اليوم في هذه الندوة البيئية، مع السبب جاءت في وقتها لأن الآن كل العالم مهتم بقضايا البيئة وقضايا التصحر، وكذلك الآن نحن نتشابك كثيرا في طبيعة التغير المناخي وأثره على مجتمعنا في السودان أو في المغرب. لذلك أريد أن نؤكد دعمنا للمغرب الشقيقة وهي تحتضن مؤتمر البيئة العالمي في نهاية شهر نوفمبر القادم COP22، ونؤكد دعمنا للمغرب في هذا الأمر، وكذلك نؤكد دعمنا إلى وحدة الأراضي المغربية، ونعتبر أن قضية البيئة هي قضية عالمية من الدرجة الأولى. شعوبنا تضرت كثيرا من التغيرات، التغير المناخي في السودان وفي المغرب وفي كثير من الدول النامية في أفريقيا، ونحن الآن نفتكر واحد من أسباب النزاعات، واحد من أسباب زيادة الفقر والتغير المناخي الأصاب غرب السودان وشرق السودان، وكذلك الحال في المغرب الشقيق. نتمنى أن تتواصل زيارتنا ولقاءاتنا مع قيادة المغرب، وتتواصل زيارتنا أيضا مع المسؤولين القائمين على أمر البيئة في السودان. التحية لشعب المغرب، التحية لجلالة الملك، والتحية للقائمين على أمر البيئة والقائمين على أمر هذا المؤتمر، والتحية إلى الجامعة العربية والمدن العربية في إقامتها وتنظيمها لهذا المؤتمر. نعتقد نحن الآن بنأكد على وحدة التراب المغربي، لذلك تظل الداخلة وتظل الجنوب هو في إطار المفاوضات التي تمت هو أرض مغربية، ونحن نؤكد السودان وعندنا موقف قديم في سياستنا السودانية تجاه وحدة الأراضي المغربية، والآن ندعم المغرب في مواقفها، ونفتكر أن هذه التصريحات ما تصريحات كانت ذكية أصلا.